مرحبا بكم في ثالث درس من دروس وحدة الغير. أول حاجة شكرا لكم على تفاعلكم، واللي بقي اللهجة وجداد يتابعونا ويتابعونا في الصفحة ديال فورميني بالدارجة. بلا ما نطول عليكم، عن أبورديو ثالث وآخر درس أو وحدة في آخر فقرة في وحدة الغير، وهي العلاقة مع الغير. إن العلاقة مع الغير معقدة وملتبسة، فهو يحضر بأسماء متعددة وأشكال متنوعة. قد يكون غريبا وبعيدا لحد الشيئية والغرابة والصراع، وقد يكون قريبا منا لحد التماهي معه. فالغير احنا كنعرفوه بواحد الطريقة كمطلق الغير، ولكن الغير أنواع. كاين الناس اللي بعاد علينا، كاين الناس اللي قراب لينا، كاين كيفاش هاد العلاقة، كيفاش حدوها الفلاسفة، كيفاش عرفوها الفلاسفة هاد العلاقة مع الغير، وش هي علاقة شيئية لحد الغرابة والصراع، ولا علاقة تماهي. وغنشوفوا أول فيلسوف هضر على علاقة مع الغير، وهو إيمانويل كانت، اللي عاش في القرن 18. هو فيلسوف ألماني، سبق وعرفناه في دروس اللي سبق. فهو عرف العلاقة مع الغير عن طريق الصداقة، اللي قال هي اتحاد بين شخصين يتبادلان نفس المشاعر الحب والاحترام، وإنها ذلك المثال الأعلى للتعاطف والتواصل بين الناس، والذي غايته خير الصديقين. كما سبقنا وشرنا في الدرس اللي سبق، أن التعاطف هو تواصل وجداني، والتواصل هو تواصل حسي، كيشكلوا أساس المعرفة الغير. فبالنسبة لإيمانويل كانت، الصداقة كتمثل المثال الأعلى لها التعاطف والتواصل بين جوج أشخاص، واللي كيكون الغاية ديالو هو الخير الصديقين. فهو بالنسبة ليلو العلاقة مع الغير، إلا بغينا نعرفوها، هي نشوفو شنو هو أقصى ما فيها، هو الصداقة. وأكد على أن هاد الشخصين اللي كيكونوا صديقين كيتبادلوا مشاعر الحب والاحترام. وزاد أكد على ذلك أن الصداقة ما كتحقق أو لا تتحقق الصداقة إلا داخل توازن ضروري بين الحب والاحترام. يعني اللي كيجمعني مع هذا الصديق أو الصديقة هو واحد الحب متبادل، اللي كنضحي فيه أنا مع الآخر وكيضحي الآخر من أجلي، ولكن بدون ما يتجاوز ذيك الحب حاجز الاحترام الضروري اللي هو كي أقدر فيه الآخر والآخر يقدرني. يعني هالتوازن ضروري ما بين الحب والاحترام هو اللي ما كيجعلش الأنا ديالي طغى على الآخر كما الأنا ديالو طغى على تخيل دابا حب بدون احترام، بعض الأحيان يقدر يتقلب الحب امتلاك، أو لي يكون واحد الحب شرس اللي نزيح فيه الآخر. وكذلك احترام بدون حب، فكنحترم ونقدر الآخر ولكن بديك البعد الوجداني عنه. ولكن الصداقة هو ديك الميلونج بينهم بجوج، ما بين الحب والاحترام. حب لا تطغى فيه ديك الشراسة لحد أنني نمحي فيه الآخر، واحترام لا يجعل من الآخر بعيد مني وقدره كما هو ولكن بعيد عني، يعني قراب ولكن بيناتهم ديك التوازن ما بين الحب والاحترام. هذه هي الصداقة بالنسبة لإيمانويل كانت. فقال أن تجربة الصداقة تعلم الشخص الإنصات للواجب العقلي بدل الخضوع للأهواء والمصالح الشخصية التي تجعل من الغير مجرد وسيلة ومطية لتحقيق غايات ذاتية. فبالنسبة له تجربة الصداقة هي اللي كتعلمنا أننا نسمع الواجب العقلي اللي كيوقف ديك الأهواء ديالنا والمصالح الشخصية اللي كتدفعنا نجعله من الغير مجرد غاية، مجرد وسيلة، اسمحوا لي، مجرد وسيلة لتحقيق الغايات الشخصية ديالنا. فهاد الصدقة هي بحال اللي كتروضينا، هي اللي كتخلينا نستجبوا لديك الواجب ونسطوا لديك الواجب العقلي اللي كنقدروا فيه الغير كما كنقدروا فيه الأنا كغاية دائما وليس مجرد وسيلة. هنشوفوا تاني فيلسوف، وهو أوغست كونت، اللي عاش في بداية القرن 19. هو فيلسوف فرنسي، دار في 1852 مواعظ وضعية قال فيها: المطلوب من الشخص هو الابتعاد عن الأنانية الهمجية وتأسيس انسجام أخلاقي
قوامه الغيرية. يعني قال أن الإنسان مطلوب منه في هذه الحياة هو يبتعد من ديك الأنانية الهمجية اللي كيشوف فيها عراسه وشنو بغاه هو وشنو هي الغاية والهدف دياله في هذه الحياة، ويأسس واحد الانسجام أخلاقي. وهذا الانسجام القوام دياله هو الغيرية. شنو هي الغيرية؟ كما عرفوها الفلاسفة، هو ميل نحو الغير وتضحية بالمصلحة الشخصية في سبيل الآخر، ويقابل هذا الفعل الأنانية. فبالنسبة له أساس الوجود ديال الشخص في هذه الحياة وعلاقته مع الغير هو الغيرية، يعني اللي كان ضحي بمصلحتي من أجل الآخر، والآخر كذلك يضحي بمصلحته من أجلي، هو اللي كيجعلنا نعيش في واحد المجتمع متوازن بالنسبة لأوغوست كونت. وزاد أكد قال أن يجب للشخص أن يعترف بفضل الإنسانية عليه، وأن يجعل من واجبه العيش من أجل الغير، لأن ذلك هو الوسيلة الوحيدة لتطوير كل وجود البشري. فقال أن الإنسانية لها فضل علينا، يعني ما يمكنش لشي إنسان يقول بأنني أنا، لأن ما تولدتش في الغابة، تولدت في هذه الإنسانية اللي هي طورت هذه العلوم وهذا المناخ، واللي كتجلى في والديك تهما جزء من هذه الإنسانية كاملة اللي خلاتك أنت هو أنت. فيجب للشخص اعتراف بهذا الفضل الإنسانية عليه، وكرد اعتبار أو لا كريكومبونس اللي كتردها الإنسانية أنك تجعل واجبك هو الأجل العيش من أجل الغير. بالنسبة للكونت كل واحد في نفسه يعيش من أجل الآخر، يعطي الآخر، يعاون الآخر، يفكر ويحس بالآخر، لأن ذيك هي الوسيلة الوحيدة باش نطوروا هذا الوجود البشري. لأن لو كل واحد فكر في الآخر فعيلقى راسه بزاف الناس كيفكروا فيه، لأن كدور أنت كتفكر في الناس والناس كيفكروا فيك، فكأننا كلنا كنساعدوا بعضياتنا باش نوصلوا وباش ندفعوا بهذا المجتمع والوجود البشري للقدام. كنتمنى أن هاد وحدة الغير كانت مبسطة، وحاولت نكون فيها دقيق في الشرح. حاولوا تبارتاجي وما أمكن، وعطيونا التعليقات ديالكم سواء إيجابية ولا سلبية، وعطيكم موعد إن شاء الله في آخر وحدة في هاد المجزء الوضع البشري، واللي هي وحدة التاريخ. السلام عليكم، إلى الملتقى.